جنب شوية علينا. ألم أسمع. السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي، مع قناة بروف فريد في الصفحة رقم 20 من النشاط العلمي، النشاط 2، تمت إجابة عنه في الحصة الماضية لأنه سهل للغاية. الآن نمر إلى النشاط 3. تعاني الطو من التبول المتكرر في المراكز في الطوالات، هذا راه مرض يعني التبول المتكرر كل ما رخصت في الطوالت، الذي يصحبه آلام أسفل البطن. واحد الحركة يكون في الكرش اللي تحت في البطن في التحت ديالها، يعني في بلاصة في كاينة المتانة وحرقة أثناء التبول. إذن ثلاثة جوج حاجات بعدا هنا كاينين: التبول المتكرر الذي يصحبه آلام أسفل البطن وحرقة ولا حرقة أثناء التبول. أخذتها أمها للطبيب وبعد عدة فحوصات أكد لها أن الكلية سليمة، الكلية ما لها والو، وأنها تعاني فقط من التهاب في المثانة، وقد نصحها بالمداومة على شرب الماء، شرب الماء مزيان، وتناول كذلك الأدوية التي وصفها لها مع الحرص على النظافة. إذن ما دور المتانة؟ هو تجميع البول. إذن دور المتانة هو تجميع البول. دور المتانة هو تجميع البول. يتم تجميع البول في أنت غلطتي هنا. تجميع البول. السؤال الثاني: ما أعراض التهاب المتانة؟ ونرجع إلى النص. تعاني يطو من التبول المتكرر. إذا ندور على العرض الأول، من يشوف إنسان راسو كيتبول بزاف كل مرة كيمشي للمرحاض، يعني كاين مشكل في المتانة، هناك التهاب في المتانة. إذا أول حاجة التبول المتكرر. ثانيا: الذي يصحبه آلام أسفل البطن. إذا آلام أسفل البطن. إذا التبول المتكرر، آلام أسفل البطن، وحرقة أثناء التبول. ملي كتبغي تبول تبغي تخرج البولة من الإحلي كيبقى يضرك، فهمتي؟ كتحس بالحريق. واش فهمتيني ولا مازال ما فهمتينيش؟ كيكون واحد الحريق. إذا هادو هما الأعراض ديال التهاب المتانة. ما النصائح التي تقدمها لزملائك؟ دابا أنت بغيتي تنصح صحابك اللي في القسم بشرب الماء وتناول الأدوية التي وصفها الطبيب، ما والحرص على النظافة. الحرص على النظافة. غير واحد القضية، الماء خاص يتشرب بكمية كبيرة وليس كما كيعتقد الناس نشربوا كمية صغيرة. يعني غادي تكتب يجب شرب الماء، أنصح زملائي بالإكثار من شرب الماء، أنصح زملائي وزميلاتي بالإكثار من شرب الماء. أنصح زميلاتي وزملائي بالإكثار من شرب الماء وتناول الأدوية التي وصفها لها الطبيب، مع الحرص على النظافة. ونمر إلى ثالثا: أدون استنتاجاتي في دفتر التقصي. رابعا: أستثمر تعلماتي أتمم الجمل بما يناسب. يتم تجميع البول في تجميع البول في الكلية. لا ما يمكنش في المتانة، ما يمكن لكش تجمع البول، هذيك الكلية غير كتصفي ما كيقلش فيها البول، اللي هذاك الفضلات اللي خرجت من الكلية صافي كتغادر الكلية، كيبقى غير الدم. المهم هي فلتر، هي غير كتصفي. دونك يتم تجميع البول في المتانة، تما فين كيتجمع البول قطرة اللي تصفات وكانت ما فيهاش الفضلات كتبقى في الدم.
كتمشي في الجهاز الدوراني، واللي ما تصفاتش فيها الفضلات كدوز كتمشي للحليب، ومن الحليب كتهبط للمثانة. إذا يتم تجميع البول في المثانة. يتم طرح البول بواسطة الإحليل. يتم طرح البول بواسطة الإحليل. أنصح زملائي وزميلاتي بالإكثار من شرب الماء وتناول الأدوية، وكذلك الحرص على النظافة، نسيتها، والحرص على النظافة فوالا. يتم تجميع البول في المثانة، يتم طرح البول بواسطة الإحليل، يتم تكون البول فين؟ تكون البول في الكلية. حسن جدا، في الكلية تما كيتكون البول. إذا يتم طرح البول بواسطة الإحليل، يتم تكون البول في الكلية. يتم تكون البول في الكلية. يتم مرور البول من الكلية إلى المثانة بواسطة الحالب. الحالب. Je chasse l'intrus dans chaque liste. هنا خاصنا نشطبو على واحد. Donc l'urètre. شنو هو l'urètre؟ هاي عندنا هو الإحليل. إذا هذا ضمن الجهاز البولي. La vessie. مثلا. هي كتاهي في الجهاز البولي. L'estomac, المعدة. المعدة لا، ليست في الجهاز البولي. إذا غادي نشطبو على هذا. لو غان هي الكلية، ما نشطبوش على هذه وعلى هذه وعلى هذه. دونك لانتخي هو هذا، غنشطبو على هذه. بي عندك الكلية، عندك الرئة، لو غان، بومون، ديشي، لورين. دونك شكون اللي ما خصوش يكون هنايا؟ لورين هو البول. والغان هي الكل. داش علاش داش حتى هي كتكون في الجهاز البولي؟ شكون اللي ما عندهاش العلاقه؟ هي الرئه. الجهاز التنفسي. دونك غادي نشطبوا في هذه السلسله ديال الكلمات، غادي نشطبوا على استوما، وفي هذه السلسله غادي نشطبوا على بومون. هادشي اللي كاين. اوفوار اصدقائي، الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله مع قناه بروف فريد. ما كان معكم في النشاط العلمي المنير في النشاط العلمي الكراسات المتعلمة والمتعلم، الصفحة 20.